جنون الإنجليز وعشقهم الكبير ما وقف عند الجماهير، كمان كان في استوديوهات نقل المباريات واللي كان موجود فيها النجم السابق غاري نيفل اللي تفاعل مع ركلة الترجيح الأخيرة بطريقة مجنونة. And that will be mirrored up and down the land as England finally win a shootout. I've gone mental. In the World Cup. Running orders getting ripped up, confetti everywhere. England into the last stage. ومن أجواء الفرحة الإنجليزية ودليل على حب وأهمية المنتخب ومشاركته في المونديال ما كان من كابتن رحلة الخطوط الجوية البريطانية وقبل انطلاقها إلا أنه يبشر ركاب الطيارة خبر تأهل المنتخب لربع نهائي على حساب كولومبيا. نيمار أغلى لاعب بالعالم، كمان هو شغل شاغل في المونديال وبعد سقوطه في مباراة المكسيك بعد تدخل واحد من اللاعبين عليه. لليوم ما وقف الناشطين على السوشيال ميديا تعليق على هاي اللقطة اللي وصلت لحد الأطفال. نيمار برضو مع نيمار اللي عم بتحضر لمباراة السامبا وبلجيكا بكرة. ضمن التدريبات كان ابن نيمار حاضر معه بالتدريب وشارك معه وكان في تفاعل كبير مع اللاعبين معه. مشوار مشرف للساموراي الياباني في مونديال روسيا وخروج كان دراماتيكي في اللحظات الأخيرة، بس مع هيك كان في تقدير كبير على مشوارهم في البطولة وخصوصا المباراة الأخيرة مع بلجيكا. كان التقدير من الاتحاد الياباني اللي أصدر تيشيرت اللي شارك فيه المنتخب وعليه أسماء جميع اللاعبين اللي شاركوا في المونديال. من أكثر القصص التفاعلية في المونديال أو من ردود الأفعال بعد خروج المنتخب المصري جاءت على نجم الفراعنة النني واللي نشر صور إله وهو في إجازة خاصة، وهون ثار الجمهور المصري عليه متهمه إنه بلا إحساس.